كان هذا المحل مصدر الهام لالي. ايه بحب اجي لهون. وشو عم تعملي؟ حاليا عم بكتب روايه. انا كاتبه. صراحة الكتابة هي الوسيلة الوحيدة اللي بقدر أعبر فيها عن كل شيء فكر فيه. أكيد، لأنه الكتابة ممكن تكتب تعبر عن تحس فيه ولا حدود. الصراحة كنت عم بطلع فيكي ولفت لي انتباهي. لكن أنت كاتبة، شو كمان بتعملي؟ كمان بشتغل صحفية بالمجلة. بسم الله عليك. ميرسي. وشو اسمك؟ ملفين هاشم. وأنت؟ كريم بركات. عمري 27 وبشتغل مدير بشركة الشهر للتغذية. اها مبين عليك. وفهمت شو قصدك. قصدي انه مبين عليك على قد المسؤولية اللي بنحملها. وهيك شي تشرفت بعرفتك فيه. وانا كمان تشرفنا فيك. الو لا ما عندي شيء. بسطت رجعت شفتك مرة تانية. وأنا كمان صراحة ما توقعت شوفك اليوم. عندي فايقة بكير وشغل ف يعني نيالي أنا كتير محظوظ. ايه وعلى فكرة طلع كتير حلوة. Thank you. حكي لي عنك كريم، شو بتعملي؟ أنا بشتغل صحفية بمجلة وبكتب كمان روايات. عن جد؟ كيف أهلك؟ الحمد لله كتر خير الله. نتمنى تبقوا تجوا تزورونا قريبا إن شاء الله. نسيت خبرك كريم، سمر بنت خالتك حكتني اليوم وسألت عنك وتسلم عليك. وسهلا شرفته. شكرا لك. ايه كريم خبرني كيف شغلك كل شيء؟ شغل منيح العفادي الحمد لله. ملفين وقفة حده وعم تدعمني بكل شيء وصار لها مكان خاص بقلبي. هذا شيء بفرحني يا ابني، انت كمان لك محل خاص بقلبي. شو بيخلي يا شي؟ كريم خيي اوتستيك. اوتستيك؟ شو اوتستيك؟ مرض التوحد. احنا صار لازم نمشي. بعد بكير مدام. كريم عنده الشغل لازم يخلصه الليل. ما حق ماما، عندي كم شغل اللي لازم اخلصها. بس تعرفت على اهلك من فين. شرفونا. شرفنا. باي من فين. هاي هي العيلة اللي بدك تعرفنا عليها. ماما خليني اشرح لك. شو بدك تشرح لي كريم؟ بدك ياني غمض عيوني واقبل بهي البنت او كيف؟ بس انا ما كنت بعرف شي عن عائلتها ولا خيها وما التقيت حتى فيهم من قبل. اه
يعني بقيت عم تطلع معه ما بتعرف لا أصلا ولا فصلة. أنا هيك ربيتك؟ ماما كل شيء صار بسرعة وملفين خبيت عن الحقيقة من الأول وأنا مثلك صدمت اليوم. ما تحكي شيء ما بدي اسمع. أنا مش رح أقبل بهاي البنت. ما بدي ولادك يطلعوا مثل خالهم. بس أنا ما في أطلع منها بهالسهولة وكأنه ما صار شيء. هاي مش مشكلتي. روح شوف كيف بدك تحلها. بعتقد أمو لكريم ما حبتنا. ما حبت أبداً الطريقة اللي تصرفت فيها اليوم. هيدا وحدة شايفة حالها وشكله خيك ما عجبها. أنت شفت كيف تفاجأوا لما شافوه؟ ما توقع تكون هيك ردة فعله لكريم حتى لو ماني مخبرته قبل عن رامي. مع أنه مش هالقصة الكبيرة بس كان لازم تخبريه. والله يا بنتي شكلها أمه إلها تأثير عليه. بس بابا نحن عشنا قبل بكندا وما حدا تطلع برامي مثل ما تطلعوا فيه اليوم. أنا فهمان كيف عم بتفكري بس مجتمعنا بعد ناقصه كتير ليتغير ويصير يفهم ويشوف القصص بطريقة مختلفة وواعية. ما تزعلي يا بنتي. ما بدي يكون كريم مثلهم يا بابا. كريم معلم ومثقف ليه يفكر بهالطريقة الرجعية. قلتلك أمه شكل القصة كلها وانت أصلا ما بتعرف الشخص غير لتحطيه بمواقف معينة. معك حق يا بابا. خير. يكون خير وقت عم تسمعني الأخبار الطيبة. بلشنا بالصبح. ماما انت بتعرف اني بصل بوقتك المحل وانا في اطلع منها بسهولة اللي انت عم تحكي فيها. اسمع كريم، كل بدي اياه بهالدنيا هي سعادتك. هاي البنت ما بتناسبك، هاي عاشت بكندا وراح اجيب لك مشاكل بالمستقبل. انت ما سألت حالك ليش مخبية عنك قصة مرة تغير؟ شو بيعرفك كمان شو مخبية عنك قصص؟ أمي نحكي بعدين، أنا لازم أمشي. طيب كريم يا سمر. إيه سمر كيفك حبيبتي؟ كريم هون. إيه بسلم عليك. هاي ميلفين، بدي اشوفك اليوم. اوكي ناطر تليفونك. باي. نطرتك تحكيني امبارحة. كنت عم بشتغل. يعني ما كان معك وقت تحكيني؟ كريم شو صار؟ ليه عم تعملني بهالطريقة؟ ملفين أنا كنت بفكر أنت أكثر بنت صادقة تعرفت عليها بس للأسف وقيتي العكس. شو؟ لما خبرتينا عن قصة خيك؟ ما شفتيني كيف أنا وماما صدمنا مبارح؟ ولك أنت كيف تخبي عني هيك شيء؟ والله بيعلم شفت بعض قصة ما بعرفها عنك. لحظة عم تتهمني بمرض خيي؟ وين كريم اللي بعرفه؟ كريم المعلم والمثقف. أنا عم بتهمك باللي شفته، كيف تخبي عني هيك شيء؟ كيف بدي صدقك بعد ما كذبت علي؟ حلو، ما بقى يصدقني هلا. ليك كريم، ما بدي واحد مثلك يفكر بهالطريقة الرجعية وبيأمن بالخرافات وبيلحق أمه وبيعمل شو ما بده. أنا بدي رجال بكل معنى الكلمة. رجال وغصب من على راسك. عن جد؟ مرسي مدام سامة. عن جد ما بتتصوري لأي درجة أنا بحاجة للسفر هلا. اوكي باي. سوري اتس اوكي، بسيطه. هاي خيي رامي بيستحي شوي من العالم اللي ما كثير بيعرفه. ما تعت عليهم. هو ضروري يحس بالامان وما ينبدو اهتمام كبير. معك حق، انا بجرب قد ما فيني اقضي وقت معه. لازم هيك. الظاهر بحبك كثير. ايه بدي تعرفك على حالي جاد. مين فين؟ دايما بتيجي لهون؟ رامي بحب يجي لهون من وقت لوقت. اصلا هون الجو كثير حلو. من وقت للتاني انا بجي. طيب جاد تشرفنا. انا ورامي مضطرين نفل هلا. انا تشرفت بمعرفتكم. ان شاء الله نرجع نلتقى. اكيد. Thank you.
هاي هاي مبروك. بتمنى الكتاب الجديد يحمل لك كل نجاح. ميرسي، ان شاء الله يعجبك. انا اكيده من هالشي لانه بالاساس بحب اسلوبك بالكتابه. فيك تمديلي بليز؟ ايه اكيد.